سعد صباحك نرمين. صباح الخير رشا، كيف اليوم؟ تمام وانت؟ انا بألف خير الحمد لله. بدي صبح عليك وبدي صبح على كل حدا انضم لهوانا وصباحنا لليوم، يا رب هذا النهار يحمل معه كل الخير والصحة والسلامة ويبقوا أحباب قلبكم بألف خير يا رب. بدي أرجع صبح عليك نرمي. يسعد صباحك رشا، وأنا كمان بدي صبح على كل مشاهدي الإخبارية السورية، يا رب هذا اليوم يحملكم كل تفاصيل الخير والرزق وراحة البال، ودائما تكون أموركم ميسرة، ومثل ما قالت رشا دائما محاطين بالأشخاص يلي منحبهم. فقراتنا لليوم ضيوفنا من مجالات مختلفة، رح نبلش نتعرف عليهم تباعا، ولكن خلونا نروح لفاصل ونرجع. قبل ما نروح لأولى فقراتنا خلينا هيك نروح شوي لذاكرة الصباح ونشوف أهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هذا اليوم. كل يوم تتوالد أحداث جديدة وبتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم ب 17 أيلول خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1939 القوات السوفيتية تسيطر على شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية. بعام 1991 كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وأستونيا وجزر المارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة تنضم للأمم المتحدة. بعام 2008 مصرع 16 مواطن يمني في هجوم بسيارة مفخخة على السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء. بعام 2016 وقوع انفجار بسبب قنبلة في حي مانهاتن في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، وأسفر الانفجار عن إصابة 29 شخصاً. من أبرز الوجوه يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1869 كريستيان لوسلانج، سياسي نرويجي وحاصل على جائزة نوبل للسلام بعام 1921. وبعام 1953 سلوى قطريب ممثلة لبنانية. ومن أبرز الوجوه يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1574 دي أفيلس، مستكشف وبحار إسباني. وبعام 1994 كارل بوبر، فيلسوف إنجليزي. وأول من قبل ما نروح لنستقبل أول ضيوفنا خلونا نروح لمجموعة من المعلومات الغريبة ويمكن الجدد تسمعوها لأول مرة بهل تعلم. هل تعلم بأنه إسبانيا تعتبر أكثر دولة تحتوي على لغات متداولة في العالم؟ وهل تعلم بأنه أول قاموس في اللغة الإنجليزية كتبه سامويل جونسون بعام 1755؟ وهل تعلم بأنه أول أحرف أبجدية في العالم كانت الحروف الكنعانية يلي نشأت بلبنان عام 1500 ما قبل الميلاد؟ وبعالم الحيوان معلومات غريبة ممكن نعرفها، فهل تعلم بأنه نجم البحر هو الحيوان الوحيد الذي يمكنه أن يقلب معدته للخارج؟ وهل تعلم بأن ذبابة النار هي الكائن الوحيد الذي يولد ضوء دون حرارة، كما أنها تتغذى على حبوب التفاح والرحيق؟ أخيراً هل تعلم أن الفيل يعبر عن حزنه بالبكاء، وهو بذلك يشبه الإنسان في التعبير عن ردات فعله؟ وبالدموع. وبأولى فقراتنا ومساحتنا الطبية رح نحكي اليوم عن مرض الكوليرا اللي انتشر بالآونة الأخيرة وحذرت وزارة الصحة منه. دائما احنا بنقول الوقاية خير من العلاج، قد ايه مهم اليوم هذا الوعي وهي الثقافة نقدر من خلالها انه نحن نبتعد عن الأمراض. صحيح رشا، وبكل مرض دائما لما نطلب نصيحة فبتكون هي الوقاية، وخصوصا لما نحكي عن أمراض ممكن تكون سرعة انتشارها واسعة، ولكن لما نعرف المحل
تحذير ولما نعرف نحن شو مسببات المرض أكيد يمكن نقدر نحد من انتشاره. أكيد كرمال نحكي أكثر عن هذا الموضوع وناخذ معلومات كثير مهمة، وخاصة ضمن الفترة اللي عم نعيشها. ضيفنا لليوم الدكتور عبد الفتاح عبد الحفيظ، أخصائي في الأمراض الباطنية. يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك دكتور ويسعد صباحك. لما نحكي عن الكوليرا وهلأ بالمجتمع السوري صار في حالة من نوعا ما من الذعر، نحن نسمع عن هذا المرض ولكن ما كثير عندنا معلومات، مع أنه يعني يمكن كان موجود سابقا. صحيح. تجدد هذا المرض ورجع. خلينا نعرف المشاهدين شو هو مرض الكوليرا. مرض الكوليرا هو مرض عدوى، خلينا نقول عدوى بكتيرية قصيرة الأمد بسببها نوع معين من الجراثيم. بشاعة هذا المرض خلينا نقول أنه هو سريع الانتشار وبيحصل بشكل جائحات وبمجتمعات أو ببيئة معينة. بلشت تظهر حالات حاليا فعلا، وصار في تحذيرات من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للفت النظر لوجود هالمشكلة، وفي مبادرات لاحتوائها. المرض هو مرض موصوف سابقا، ما هو مرض جديد، موصوف من قديماً يعني من سنين كثيرة. 19 يمكن القرن 19 الطبيب روبرت كوخ كان أول من عرفه بشكله العلمي والمعروف حالياً. بتميز هذا المرض إذا بنحكي عنه شوي بسرعة الانتشار. هو تمام. طيب اليوم مريضنا أو أي مريض وقت اللي بينصاب بهذا المرض في أعراض حتظهر عليه، نقدر من خلالها نحن نوصف أنه ممكن يكون في إصابة وقتها نلجأ للطبيب. شو هي أهم الأعراض اليوم مفروض نحن ننتبه عليها بشكل كتير مهم؟ أهم عرض بيصير بالكوليرا هو الإسهال. الإسهال هو إسهال مميز بالكوليرا. شو ميزة الإسهال اللي بيصير بالكوليرا؟ يعني ليش أنا ما أقول مثلاً إنه التهاب معدة أو إنه شيء عابر؟ يعني رقم واحد، الإسهال اللي بيصير بالكوليرا هو إسهال بيكون شديد، بنسميه نحن بروفاوند أو عميق أو شديد. المريض بيخسر جالون، يعني ممكن يعبي برميل، بيخسر 10 لتر بالساعة ممكن. فكمية خسارة السوائل هي كمية سريعة، إسهال سريع، إسهال له مواصفات معينة، بيكون مائي قواه مثل ماء الرز بيسموه، يعني حليبي شوي بيكون. هذا أهم عرض، هذا أهم عرض كتير مميز، هو الإسهال العميق أو الشديد والكمية كبيرة. بيوصل المريض لحالات تجفاف. الأعراض هي أعراض متعلقة بالتجفاف مثل العطش، انقطاع البول، الجفاف، غؤور العينين. عند الأطفال بتلاقي بكاء مع جفاف بالدمع، بدون ما في دمع. آلام عضلية نتيجة اضطراب الشوارد اللي بيصير. في حرارة حكيم؟ ممكن، لكن ما مو من الشكل اللي كتير مسيطر. يعني الآلام البطنية كمان زائد ناقص، هي مو شرط تكون موجودة. القيء والغثيان الشديد يلي كمان بيشكل مشكلة فوق المشكلة، انه المريض ما عم بيقدر كمان ياكل ويشرب لحتى يعوض كمية الفقد السريعة والكتير شديدة. طبعا هو الكوليرا نحن ايمت منشك فيه، خلينا نقول نحن منشك فيه لما اول شيء بوجود جائحة او بوجود تحذير، بوجود اكثر من اصابة بنفس المواصفات بالمحيط اللي انا فيه او بالجيران او بالاهل. والشغلة المهمة اللي هي الانتباه لمواصفات هذا الإسهال، لأنه هو الكوليرا إذا أنا ما عالجته بالشكل الصحيح بالساعات الأولى ففرصة الوفاة بتكون عالية جدا. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم عن طرق العدوى والانتقال لهذا المرض، خصوصا نحن عم نحكي عن أعراض هضمية، يعني مو تنفسية ممكن تنتقل إذا أنا قربت من شخص أو بالنفس، عم نحكي عن أعراض هي هضمية يمكن، ولكن سرعة انتشار هذا المرض عم تكون سريعة نوعا ما. صحيح. فشو السبب؟ السبب هو أول شيء طريقة العدوى. خلينا نقول شو طريقة العدوى. طريقة العدوى هي طريق الانتقال عن طريق الفم، يعني الأنبوب الهضمي، طريق الهضمي هو تلوث، تلوث التربة، تلوث الأغذية، تلوث الآبار والمياه بشكل أساسي، المياه الملوثة. طبعا في مصادر تانية ذكرت هي السي فود أو طعام البحر، يعني أسماك النية كذا. نحن يمكن ما عندنا ثقافة الأكل الني إجمالا، خاصة أسماك البحار. هي طريقة الانتقال. ليش بتصير بشكل سريع؟ لأنه المشكلة هي بالكوليرا هو أنه بتفرز سم أو ذيفان بنسميه نحن، هذا بيكون ذيفان بروتيني هو المسؤول عن التظاهرات. هذا السم هو بحد ذاته بيروح على الأمعاء الدقيقة، وظيفة الأمعاء الدقيقة هي الامتصاص، فهو بيأثر على هاي المخاطية اللي عم تمتص. بصير الأمعاء بدال ما تمتص
بتنعكس الآلية، بتصير بتضخ الماء والشوارد بيكربونات بشكل غزير جدا، فبينعكس العمل، فلذلك المريض بيدخل بحالات التجفاف والإسهال الشديد. طيب حكيم، قبل ما نروح لنحكي عن طرق العلاج وكيف نحن اليوم قادرين نروح للوقاية قبل العلاج، كنا عم نحكي ذكرت المي، وسمعنا بالفترة الأخيرة صار في حالات تسمم كتير للناس يعني، وبعدها بلشت تظهر هاي الأعراض للكوليرا. بكورونا كان في 14 يوم للمرض، الجسم يحتضن هذا المرض ويظهر. الكوليرا قديه بدها وقت لحتى الجسم يظهره بشكل مباشر للعلن يعني؟ فترة الحضانة، بين الحضانة اللي هي ظهور الأعراض، بين التعرض والأعراض، هي فترة الحضانة، هي فترة قصيرة جدا، تتراوح من ساعات ممكن لثلاث أيام، ممكن أربع أيام، لأيام بسيطة يعني، فترة حضانة كتير قصيرة. انتشار سريع وظهور أعراض سريع. مو كل مريض بيصير عنده كوليرا ممكن يكون عنده أعراض كمان، ومو كل مريض عنده كوليرا كمان، وعفوا المريض اللي عنده كوليرا ممكن يكون هو بؤرة إذا كان ما عنده أعراض للنشر، هو ما نعرفان إنه هو مصاب، ممكن يكون حامل مع أعراض خفيفة بفكرها قريب أو غير أعراض لا عرضي، ممكن بيكون هو بؤرة لنشر الإنتام بحد ذاته، فمن هون كمان في إشارة استفهام وتنبيه كمان على الموضوع، فهي من ساعات، لاحظي، من ساعات لأيام بسيطة. دكتور حكيت انه المياه والاغذيه الملوثه هي اكثر العوامل المسببه لهذا المرض وبتسبب انتشاره، خلينا نحكي عن الامور يلي ممكن تقتل هي الجرثومه، في شيء ممكن ينقتل بالحراره العاليه، ممكن بمواد التنظيف، وخلينا هيك نركز في معلومه اخذناها بمرحله الابتدائي، بتتذكريها يمكن رشا دائما كيف كنا نحكي عن غسل الخضار والفواكه لما بدنا نحارب الليفة والصابونة ونتأكد أنه راح عنا الصابون حتى يعني المواد الكيماوية. صحيح، كانت هي يمكن من العناوين الأساسية لحتى يمكن يعني نحمي حالنا من مرض الكوليرا، هاي الطريقة بعدها فعالة فينا نقول رغم بساطتها ممكن تحمينا؟ إجمالا إجراءات النظافة الشخصية وغسيل الخضار والفواكه هو العنوان العريض للوقاية. نعم. والمياه، طب كيف ممكن نحن نتصرف بموضوع المياه؟ نحن بنعرف انه بسبب عدة عوامل ممكن تكون ظروف معينة، حروب إلى آخره، توصل الماء نوعا ما ملوثة، المواطن اليوم كيف ممكن يحمي حاله؟ شو الإجراءات؟ يغلي المي مثلا، المي مياه الشرب، كيف لازم يتصرف بهي الحالة؟ تمام، الحرص بشكل دائم نحن على الحصول على مصادر موثوقة للمياه. نحن نشرب مثلا مية الفيجة، هلا ممكن المناطق بعيدة شوي تعتمد على مياه الآبار. صحيح. يا ترى هي المياه هي موثوقة، هي مياه الآبار، هي كمان بؤرة كتير مهمة، خاصة إنه بتغذي مو بيت واحد، بتغذي منطقة أو قطاع كامل. فالمياه الآبار هي مصدر الخضار أو الفواكه المغسولة بماء ملوث أو غير مغسولة بشكل جيد. حاليا في تحذيرات أو في توجيهات الحرص على انك تقصد مياه، مصادر مياه مضمونه، العنايه بالنظافه الشخصيه، غسيل الايدين بالماء والصابون لمده 15 ل 20 ثانيه، يعني طريقه الغسيل الصحيحه مثل اللي تعلمناها ايام الكورونا، بالاضافه طبعا لغسيل الماء وطهي الطعام، لانه كمان ممكن ينتقل هو عن طريق التربه كمان. طيب دكتور، وقت ما نحكي عن الكورونا في عندنا مريض كنا نحكي عن حاله عزل تامه، بمريض الكوليرا كمان نفس الشيء حاله عزل تامه ولا لا؟ احنا مثل العاده انه ما بنستخدم اغراضه الشخصيه ولا لا؟ احنا بحاجه نحطه بغرفه مستقله حاله عزل اذا طلع عنا احد الافراد المصابين بالعيله؟ عم بحكي نحن بنعزله، بس مو العزل يعني، لا، فكره العزل هي فكره موجوده وهي فكره جيده لحتى انت تبعد الشخص اللي ممكن يسبب العدوى عن بقيه الافراد. للطرفين ايجابيه، حتكون للمريض وللمجتمع وللاهل. صح. تمام، فهي فكره العزل موجوده بالكورونا وبالسل والتهاب السحايا، بالامراض اللي فيها خاصيه العدوى، خاصه اللي هي امراض المعديه والساريه بنسميها. فنحن بنعزله، بحاول كمان نخلي اغراضه الشخصيه وبنحاول نخليه بعد على المطبخ كمان. طيب حكيم، بالماضي ما كنا عم نحكي ما كان في هي ثقافه الوعي، ان كان بالعلاج وان كان بالادويه المتاحه لانه نحن نخلص من هذا المرض، وكنا نشوف موجات من الوفيات، يعني كانوا يقولوا الهواء الاصفر بالعاميه، انه موجه من الهواء الاصفر حصدت ارواح كثير. اليوم الطب تطور، العلاج تطور، وصار في ادويه. خلينا نحكي عن خطه العلاج اليوم طبيا، انتم كيف عم بتروحوا بمعالجه المريض؟
مجرد الشك السريري بالأعراض اللي نحن ذكرناها، بالإضافة لمعرفة أنه إذا في تعرض من خلال المجتمع، أول شيء نحن بنلجأ للإماهة. الإماهة يعني هي تعويض السوائل، ومنكون كتير عنيفين، وهي هي حجر الأساس حقيقة، هي تعويض السوائل، لأنه الفاقد بيكون كمية كبيرة، نحاول نحن نعوض بشكل كتير كتير أجريسيف، كتير يعني عنيف. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن ممكن نعطي المضادات الحيوية، عادة نحن بنعطيها بجرعة وحيدة، ومنقي دواء مناسب نعطيه بجرعة وحيدة. عندنا عدة خيارات علاجية تناسب حالات مختلفة. دكتور، خلينا نحكي عن عوامل الخطورة بهذا المرض، أيمت ممكن الشخص يدخل لحالة خطيرة؟ تمام، سؤالك كتير حلو على فكرة. نحن وين حالات الخطر اللي احنا بنشوفها؟ هلا لا شك انه طرفي العمر، المسنين والاطفال، هدول دائما حساسين لهيك امور. الحالات اللي بتدخل المريض بتجفاف شديد، بيفقد اكثر مثلا من 10% من كمية السوائل الموجودة، اللي بتدخله باضطراب شوارد، نقص بوتاسيوم، حالة حماض بنسميه، حالة قصور كلوي، المريض ما عاد بول، كل هدول هن حالات بتستوجب انه المريض يدخل على المشفى، ومثل ما يقولوا نحن يعني نشعل اللمبة الحمراء يعني. فهون بيكون الموضوع لازم كثير. اذا مريض عنده كمان هو بنيته هشه، كبير بالعمر، عنده ضغط سكر، عنده مشاكل قلبيه، كليته يعني على الحد عم تشتغل، بيكون حساس اكثر. هدول عاليين الخطوره يعني، هدول بنخلي عيننا عليهم كثير. طيب ذكرت دكتور انه الاشخاص اللي عندهم امراض قلبيه هنن اكثر خطوره، يعني اذا حبينا كمان نضيف امراض ثانيه انه ممكن مرض الكوليرا يكون صعب وخطر، ممكن يودي للوفاه بسبب وجود هذا المرض، غير الامراض القلبيه شو ممكن نصنف اليوم؟ هلا اي مريض عنده حاله اصابه شديده اذا ما تعالج بالساعات الاولى فالنتيجه الحتميه هي الوفاه، لانه كميه الخساره هي كميه كبيره. نحن حتى لو ما في مرض، حتى عند يعني سؤالك انه هل ممكن يكون مرض الكوليرا هو قاتل عند مريض سوي او مريض صح؟ تمام. صحيح، اذا ما تعالج. نعم، اذا ما تعالج. المناعه قد ايه اليوم تلعب دور بهذا المرض؟ يعني شفنا بالكورونا انه المناعه كانت هي اهم عوامل الشفاء، وكنا مثل ما بيقولوا نراهن على مناعتنا اذا احنا قادرين نقطع او لا. اليوم بالكوليرا كمان إلى دور قصه المناعه؟ مو كتير واضح هذا الشيء، بس لأنه هو هذا مرض إنتاني فيه تعرض، مثل ما حكينا مو الكوليرا بحد ذاتها هي المزعجة، أما هو الزيفان أو السم يلي بتطلقه. بالمناسبة أحد طرق الوقاية، لكن هي يمكن بعرف إذا سمعتوا عنها، هي اللقاح. في لقاح موجود هذا الشيء، بس هو مو لقاح للمناطق المتوطنة. هذا اللقاح بينحط له مثل ما حكينا نحن سابقا أنه كورونا هي الكوليرا متوزعة بأماكن فيها جائحات، حروب، بنية فقيرة، مناطق ملوثة، فهي بتكون للدول اللي ما فيها هالجائحات، ما فيها مرض متوطن، للمسافرين. خليني أقول لك اللقاح بيكون للمسافرين. اللقاح هو فكرته فموية وبيعطي فعالية لمدة سنتين، لكن أول فعالية بتكون خلال 6 شهور الأولى بنسبة 85%، وبتقل الفعالية على مدار السنتين، لكن هو هذا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية هو للمسافرين، للزوار، للسائحين اللي من مناطق ما عندهم توطن. ما بيكون عام يعني، وخصوصا نحن اليوم ضمن وباء، يعني بالنهايه مرض اللي ما بيتعمم فكره اللقاح. هو فكره هذا اللقاح هي لفكره للتعرض، انه ما يكون في تعرض لهذا. ومثل ما قلت لك نسبه الوقايه منه مو 100%، هي 85%. نفس فكره اللي مسافر على منطقه مثلا فيها وباء معين مثل الحمى الصفراء مثلا، او أمراض تانية يعني كانت موجودة ما أنا متوطنة عنها، مثل الحمى الصفراء ما موجودة، ما بتسمعي فيها عنها مثلا، لكن في أماكن بإفريقيا باليمن فيها حمى الصفراء وبينعطى اللقاح. دكتور، لما نعم نحكي إحنا عن مرض الكوليرا حكينا عن أعراضه مفصلا، نحكي عن طريقة العلاج. هل ممكن مثلا لما نحكي عن عرض حالة الإسهال، إذا نحن وقفنا الإسهال أو شربنا كميات من المي ممكن تحمينا؟ يعني نحن نكون جاوزنا مرحلة الخطر ولا لا؟ هذا المرض له علاج لازم الواحد يروح ياخده بالمستشفى أو حتى من المستوصف أو من الصيدليات بشكل عام؟ تعويض السوائل هو حجر الأساس. نحن بنحاول نعوض السوائل. نحن إذا عوضنا السوائل وضمننا أنه في عندي أنا تعويض جيد للسوائل، بلشت تتراجع الأعراض السريرة حكيناها، بلش هيك ترجع حيوية الوجه، يصير في تبول، يستقر الضغط، وكمان ممكن يصير في هبوط ضغط، تسرع قلب، تأثيرات قلبية على الجملة الوعائية إجمالا. فنحن ان شاء الله بنكون بالسيف سايد. تعويض السوائل عن طريق الفم هذا كمان شيء كثير مهم. في ظروف ممكن تنباع بالصيدليات محاليل اعاده التروية او التعويض، موجوده هي بالصيدليات، بتحلها بلتر مي وبتشربها.
فأنا طالما عندي طريق الفم شغال أنا كتير براهن عليه، بضيف الخط الوريدي إذا كان الحالة تستدعي ذلك يعني حسب موجوداتها. المضاد الحيوي هو مو هدفه أنه يقتل الجرثومة، أنا بعطيه جرعة وحيدة من أدوية معينة، يعني جرعة وحيدة سنجل دوز، هو بهدف تخفيف الطرح والتواتر تبع الإسهال وسميت هذا الليفان. يعني دكتور سألتك رشا من شوي عن فترة الحضانة لهذا المرض، خلينا نحكي عن الفترة اليوم المتوقع منها الشفاء أو فترة بعد ظهور المرض. يعني ممكن الشخص إذا قلنا 4 أيام عادي تستمر عليه الأعراض، أسبوع أسبوعين، شو هي الفترة الزمنية المقبول أنه هاي الأعراض تستمر عند المريض وما نقول أنه هو راح لمرحلة خطيرة؟ عادة 3 إلى 5 أيام كمان أيام. الموضوع شايفه كلياته سريع، نحن عم نحكي على ساعات وايام. نحن عم نراهن اليوم على الوقت، ورهاننا الاول على الوعي، نحن كيف قبل ما يصير في مرض نقدر نبعد عن هي القصه. دكتور بكل مرض وبكل علاج في شيء ايجابي في اخطاء نحن ممكن نوقع فيها تزيد من حجم المرض، شو هي الاخطاء الشائعه بمرض الكوليرا ان كانت من المريض او من الطبيب؟ كمان برجع لك سؤالك حلو فعلا. أول شغلة نحن أنه ما بنستنى لحتى نشخص المرض لحتى نبدأ نعالج، نحن مجرد الشك السريري بوجود جائحة بوجود تحذير مرض عنده هالصفات لازم فورا نتدخل. تمام، هاي الشغلة. والشغلة الثانية طريقة العلاج المناسبة، فرز المرضى بشكل مناسب. حتى المشافي اليوم ممكن نشوف عزل وفرز لقسم الكوليرا، أكيد يعني لازم ممكن إيه مثلا اليوم المهم المدارس، هدول الاطفال يلي يعني المدارس. هلا اذا بدنا نحكي على طرق الوقايه، هلا طرق الوقايه مثل ما يمكن طرقنا لها بشكل سريع، هي من الاخطاء كمان انه مثلا ممكن حدا ما يكون كثير حريص على النظافه الشخصيه، ممكن يكون في اماكن فيها بيئه سيئه صحيا او يعني فقيره ممكن يعني، او فهي بدنا نحاول انه نلفت النظر لاجراءات الوقايه او السلامه بشكل عام، يلي هي الاهتمام بالنظافة الشخصية، غسيل الخضار والفواكه، تجنب شراء الثلج حاليا مثلا من الأسواق، هذا شيء كتير مهم، والحرص على الحصول على مياه من مصادر موثوقة. وأهم شيء الطبخ يكون بدرجة عالية وأنه واصل لحد الاستواء. الاستواء يعني. تمام، الابتعاد عن الأكلات غير المطبوخة أو النية، ممكن حتى تأشير الخضار اللي لها قشور مثلا الخيار أو البندورة، ممكن حتى نشيل نقشرها يعني كمان. يمكن الأهالي هلأ صار هم أطفالهم ضمن الروضات والمدارس، صحيح. هن اليوم بعمر ما كتير نحن قادرين نسيطر عليهم بموضوع الوقاية وأنه نعمل إجراءات احترازية قبل، فاليوم نحن نتمنى من وزارة الصحة يعني تعطي الأهمية الأولى لهدول الأطفال بموضوع الوقاية والمتابعة أكيد. كمان دكتور قبل ما ينتهي وقتنا مع حضرتك، خلينا نقدم نصائح اليوم عامة تفصيلية اليوم لكل الأشخاص، كيف ممكن يوقوا حاله من هذا المرض، كيف ممكن يتعاملوا مع الأعراض في حال ظهرت، أو مع مريض مثلا لا سمح الله موجود بالعائلة كيف ممكن يتعاملوا معه؟ فينا نحن نختصر الموضوع بأنه عند ظهور أي عرض يقترح وجود هي المشكلة الهضمية، ظهور إسهال، ظهور عدة حالات سمعت أنه أخوك بالبيت، ابن عمك، محيطك، راجع أقرب فرصة، أقرب مركز طبي، راجع أقرب مركز طبي واطلب العناية الطبية المطلوبة، والطبيب إن شاء الله بيساعدك يعني بيوجهك. اليوم أهم شيء ما يصير في اختلاطات يعني بناء بالمرض. اليوم هو بالدرجة الأولى نحن لازم نروح لموضوع الكوليرا، يعني إذا صار في إسهال حتى لو بلش بشكل كتير خفيف نحن نرجح الاحتمال الأسوأ. صحيح. ونروح فورا للاستشارة الطبية. الاستشارة الطبية. شكرا صحيح. دكتور لحضورك لليوم وصباحك خير وصحة على طول، تمنياتنا للجميع أكيد بالصحة والسلامة بهذا الوقت، شكرا دكتور. سعد صباحكم، شكرا لحضراتكم. شكرا كثير لك دكتور ولوجودك معنا، الدكتور عبد الفتاح عبد الحفيظ اختصاصي في الأمراض الباطنية، أهلا وسهلا فيك. شكرا. أما هلأ رشا صار الوقت لنروح لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا بشرى. يسعد صباحك بشرى. صباح الخير نيرمين ورشا، موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظم صواريخه،
وقال مصدر عسكري حوالي الساعة 12:45 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد 5 عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قطع المياه عن المواطنين في الحسكة من قبل المحتل التركي والمنظمات الإرهابية تابعة له جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب من المجتمع الدولي التحرك فورا لوقفها. وقالت الوزارة في حسابها على موقع تويتر إن قطع المياه عن المواطنين في الحسكة وغيرها من المدن السورية لأكثر من 50 يوما هو عمل لا إنساني ولا أخلاقي، وسواء ارتكب ذلك من قبل الأصيل وهو المحتل التركي أو من قبل الوكيل وهو المنظمات الإرهابية فإنه يبقى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي. دعت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي لتعاون إلى الامتثال لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، مؤكدة اعتزامها زيادة التعاون في مجال الدفاع والأمن. وجاء في البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، أشارت الدول الأعضاء إلى نتائج اجتماع وزراء دفاع دولها في طشقند في آب الماضي، حيث أعربوا عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن. وبخصوص الاتفاق النووي مع إيران، قال البيان: تعتبر الدول الأعضاء التنفيذ المستدام لخطط العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني أمرا مهما. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون تعزز دورها في حل المشاكل الإقليمية والدولية وتسعى لحل النزاعات عبر الطرق السياسية والدبلوماسية ومن بين أولوياتها مكافحة الإرهاب والتطرف، معربا عن دعم بلاده لانضمام إيران للمنظمة بأسرع ما يمكن. وقال بوتين في كلمة له خلال اجتماع الموسع لقمة شنغهاي للتعاون: دول المنظمة ترفض العقوبات الأحادية المفروضة على أي دولة وتؤكد أهمية رفعها بشكل كامل، منوها بدور المنظمة التي تعتبر أكبر المنظمات في العالم وهي تسعى لحل النزاعات دبلوماسيا وسياسيا. ختام الموجز، عودة إلى نيرمين ورشا لمتابعة صباح النغير. شكرا لك بشرى، واكيد مكفايين بباقي فقرات صباحنا غير ورشا. دائما متعودين بصباحاتنا نستضيف المواهب، وخصوصا بنحب المواهب الصغيره دائما يلي بتكون بتجمع هيك بين التفوق أكيد. الدراسي وبين موهبتها. اكيد، ودائما مثل ما قلتي بنحب نضوي على هدول الشباب يلي هن بحاجه اليوم للدعم الاعلامي والاضاءه، ان كان بصباحنا غير وببرامج ثانيه. اليوم ضيفنا لليوم هو الشاب شادي يحيى. شادي هو عازف موهوب على آلة العود وآلة الأورج، بالإضافة لتفوق مثل ما قلتي بالدراسة. لنحكي أكثر ونعرف مسيرة شادي اليوم وكيف حيكون حلمه لبكرة. أكيد من لك صباح الخير يا شادي. صباح النور ويسعد صباحكم. كيفك؟ تمام؟ تمام. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح. بالبداية خلينا نتعرف أكثر عليك شادي، قديش عمرك؟ 14 سنة حاليا دراسة شهادة وعم أحصل صف تاسع. كيف العزمات هالدراسة؟ منيح الحمد لله. العزف أخذ أكثر وقت أو الدراسة اليوم؟ لا الدراسة، الدراسة بوقت فراغ على العزف. قد إيه لك عم تعزف شادي؟ والله وقت كان عمري 8 سنين بلشت عزف على الأورك، وبعدين خلصت قررت إنه توسع هسه بمجال الموسيقى بلشت على العود وحاليا على العود. شو رأيك نسمع شيء؟ لازم نسمع شيء. لازم نسمع شيء كرمال هيك نقدر. اليوم نحن ما لنا بتقييم لعزفك، ولكن نحن اليوم مشجعين لك ولكل حدا عنده هاي الموهبة الحلوة. تفضل. هاي غناية للفنان فؤاد غازي. ¶¶
كثير عليك اليوم هيك اغاني. لا شو خليت لنا قلنا يعني. يعطيك العافيه شادي. خلينا نحكي شادي، انت بتعزف على العود وكمان على الاورج. قد ايه صار لك بتعزف تقريبا وايمت بلشت؟ عم تاخذ حاليا دروس؟ في حدا بيعلمك؟ هلا حاليا لا، وقفت مشان الشهاده. وعندي خالي بيعزف عود، هيك اخذت منه هاي الفكره وعم قرر. هو بيعلمك؟ لا هو ما عنده انه وقت ليعلمني. سجلت معهد عندنا واستاذي عم بيعلمني. طيب شادي، خلينا يعني بنقول اليوم الخال هو الداعم لإلك والأهل. الأهل والخال والست. شو أهم المعزوفات اليوم أنت متمكن منها قادر أنك أنت اليوم بتعزف سماعي؟ سماعي ونوطة. اليوم كتير مهم يعني بالموسيقى نحن نتعلم النوطة كمان، يعني غير السماعي يعني. إيه بس أنه يعني لا بأس أنه سماعي نعزف سماعي. حلو، شو بتميل لشو بتميل؟ نحن بنشوفك بعمرك بحبوا ام كلثوم عبد الحليم، بس بعدين بيتغير المسار كله من روح شيء ثاني. لا الفنان وديع الصافي. يمكن هو مختار رشا آلة العود، هي نمط فيها شرقي، فاجباري الواحد بده يرجع لهي الاغاني اللي نحن مسمين اغاني الزمن الجميل والعمالقه حتى يقدر يتعلم. انه بس الواحد يسمع هي الاغاني او يطبقها بيقولوا انه تلقائيا كانك انت عم تاخذ درس بالعزف. مين اختار لك اليوم وقت اللي حبيت انك تدخل موسيقى؟ مين اختار العود؟ هو شيء انا ما اخترت العود، بلشت اورج اول شيء، بس خلصت قررت اني اتوسع بمجال الموسيقى وبلشت على العود. عم شوف اليوم الاطفال عم يروحوا للاورج فورا، يعني بجوز الموجه اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا او مكان هلا بالحفلات، فعم يروحوا بيستسهلوا القصه. اليوم هو اسهل من العود صح؟ ومن الجيتار. شادي رجع هيك حكينا بالتفصيل، اول مره عزفت فيها قلت لنا من 7 سنوات، يعني كنت صغير لساتك. شو عملت؟ كنت تشوف العود بلش هيك تجرب عليه ولا لا؟ كيف بلشت؟ انه نمسكه هيك ندندن شوي. كان عندكم بالبيت؟ لمين كان؟ لا اشتريناه من المعهد. قد ايش اشتريته؟ شادي احنا هيك اليوم حابين نسمع اكثر، يعني محضر شيء ثاني؟ غناية تراث. يلا تفضل. انه انت مسجل بالمعهد، خلينا نحكي ما في مراحل يعني مريت فيها؟ ما في صفوف انتقاليه يعني كنت تخلص كورس معين تنتقل لكورس؟ يعني باي مرحله صرت بالتعليم؟ انا اخذت عشوائي، ما كنت اخذ مراحل، عشوائي هيك. بعدين هلا الشهاده وقفنا المعهد ولا عشوائي ولا مركز بالشهاده اليوم. لا ضروري لازم، يعني اليوم كل حدا فينا عنده حلم، حتى لو مرقنا بمراحل عمريه كبيره بضل عندنا احلام. يوم شادي انت اليوم عم ترسم هذا الحلم، شو طموحك؟ دراسة هندسة عمارة وكمل بالعزف. ممكن يوم بيوم الايام تفكر انك تكون تعطي انت الموسيقى، تكون مدرس بمعهد؟ بجوز. ان شاء الله يا شادي بنتمنى لك كل التوفيق ونشوفك هيك من الاسماء السورية اللامعة بمجال الموسيقى. ان شاء الله. شكرا لك ونورت صباحنا لليوم. أكيد شكرا كثير لك شادي، وأكيد نتمنى لك كل التفوق بشهادات التعليم الأساسي، وإن شاء الله بنشوفك هيك أهم عازف ونحضر لك حفلاتك كمان. أهلا وسهلا فيك. أما هلأ رشا رح ننتقل لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير وإلى دار نينوى للدراسات والنشر، حيث تم حفل توقيع رواية كثير عليهم قليل علي للكاتبة همسة القصير. تفاصيل أكثر مع لوجين سليمان. أنا اللي عجبني بالعمل بصراحة هو هذا التداعي الداخلي اللي هو فيه نوع من استعادة طريقة التربية الأولى بالحياة،
وبعدين يوم من الناس تتوزع بالعالم فبتصير هاي الأشياء تشكل ذكريات، في منها ذكريات إيجابية وفي منها ذكريات سلبية، بس اللي عجبني أكثر هو هذا الانتقاد الحقيقي للأشياء المحيطة فيه بوقت مبكر. أمل كبير بأنه العالم تقرأ وتحبه، هو بيشبه كل حدا فينا بنقطة معينة أو لا، فإن شاء الله تحبوه. من مبدأ دائما نحن كأشخاص نتمنى الخير للآخرين لحد معين ما يطف عننا، فلهيك دائما بعتبر كتير عليك يلي وصلك وقليل علي اللي وصلني إلى المينيموم يعني. حاسة في عفوية بالكتابة، عفوية وكتابة سهلة، وما في شك إنه في البلاغة والكلمات الصحيحة هيدي ممتازة ومعروفة إنه كان في تدقيق جيد وكلمات حلوة، وبعدين عم تعبر عن شخص، عن الإنسان هو بحد ذاته كيف عم يحكي عن حاله. ومعروف عنها أنه دائما هي يعني دائما طموح وما بترضى إلا بالأفضل، فهي دائما بكل المناسبات الثقافية كان لها حضورها طبعا. وهي الرواية يعني أنا فاجأتني أنه صار لها سنوات عم تكتبها، أنا يعني نتيجة جهد سنوات طويلة. ومن دار نينوى رح ننتقل لدار الأسد للثقافة والفنون، حيث أقيم حفل الفنان العربي هاني شاكر، وذلك بعد أن تم عقدا مؤتمرا صحفيا له. تفاصيل أكثر تقرير زميلتنا رزان سليمان. بحبه الحقيقي التقى الفنان العربي هاني شاكر جمهوره السوري الذي انتظر قدومه إلى سوريا بشغف، حيث أحيا الهرم المصري حفله الغنائي الأول على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون، لتجتمع بذلك عظمة مصر مع عراقة سوريا. الفكرة أجت ناحية نبعت رسالة حب من جالية سورية بمصر لأهلهم بسوريا. اجتمعنا كنا كجالية سورية مع سيادة السفير بسام درويش بمصر بحضور الفنان العظيم أمير الغناء العربي هاني شاكر، وفكرنا بالقصة إنه يعمل حفل بدار الأوبرا، وعملنا موضوع اشتغلنا على موضوع غنية تجمع بين مصر وسوريا. الاستقبال كان مشرف، هاني كتير مبسوط والمجموعة كلها مبسوطة، الشعب هون كتير مبسوط فيه. شرفوني ان انا اكون اللي بقدم رساله الحب دي يعني، او من جزء من رساله الحب المصريه السوريه المصريه في الاغنيه اللي احنا عملناها كلمات استاذ صفوة شغاله. عملنا حاله حب ان شاء الله تنبسطوا بيها. انا بحبه لهاني شاكر، الاستاذ هاني شاكر، وكثير حابه اجي احضر الحفله لايف، وهو بذكرني نحن يعني كجيل بذكرني بايام هيك الطفوله المراهقه، وبتعني لي هاي الفتره من حياتي، فكثير مبسوطه انه جاي احضر. الفنان هاني شاكر هو فنان يعني تراث، لذلك بيعني كثير يعني. وجوده بدار الأوبرا وهي هذا صرخ حضاري كثير له قيمته يعني كثير مهم. وقبل الحفل عقد مؤتمره الصحفي الذي عبر من خلاله عن سعادته بزيارته لسوريا وعن مدى حماسه للقاء الجماهير في الحفل. كانت البروفا والتحضيرات للحفل قائمة بين الفرقة الوطنية السورية للموسيقى الوطنية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله. دار الأوبرا بعراقتها احتضنت الفن والأصالة وجمعت حب الشعبين السوري والمصري لينتج عنه هذا الحفل العظيم. حرقصنا ما حضرنا انه رش هالحفله صح؟ ما قدرنا نحضرها يعني حلو هاني، له ذكريات. يمكن اليوم في ناس كثير بتروح انه هو حدا حزين باغاني، ولكن كل حدا فينا له جزء من ذاكرته فيها. هاني شاكر لا تقلي لي ما مرقتي وسمعتي اغاني. طبعا انا تفاجأت صراحه، انت كنت عم نحكي عن العمر والعمر الطويل والمديد له، يعني هو يعني اهالينا ونحن يمكن واكثر يمكن اهالي صحيح. اهالينا متعلقين فيه، ودائما معروف عن الفنان هاني شاكر يمكن انه اغانيه شوي الى طابع حزن، بس كنا عم نحكي قديش هو حدا مريح وقديش دائما البسمه على وشه وهيك بتحسي عم يضحك من قلبه دائما. هو حدا عكس
طبيعة أغانيه، يعني هو حدا بضل يضحك أي شيء، روح نكتد على طول مرافقته. بنتمنى له الصحة والعافية وطول العمر، ونضل هيك نستمتع بأغانيه حتى لو كان فيها جزء من الحزن اللي هو صار جزء من حياتنا. أكيد أكيد اشتقنا كمان بسوريا لوجود هيك فنانين عرب لهم وزنهم على الساحة الغنائية. إن شاء الله هيك بتكون مثل ما بنقول فاتحة خير لمزيد من الأسماء الكبيرة تكون وتغني بدار الأوبرا. ما هي إن شاء الله حتكون بوابة، يعني إن شاء الله نتمنى. رح ننتقل لمساحتنا الجديدة رشا، ودائما نحن بنحكي عن الأطفال ومنخصص لهم مساحة خاصة كيف نحن ممكن نهتم بنفسيتهم. دائما بنقول الطفل إنه هو نتاج تكيفه وتفاعله مع أسرته مع مدرسته أو حتى مع الأقارب، ودائما في هيك مصطلح عريض بيحكوا فيه عند الأطفال هو التكيف الاجتماعي. أكيد نرمين، ونرجع بكل فقراتنا بنقول نحن التعويل الأكبر هو على الأهل. الأهل يعني على خلينا نقولها بالمثل العامي، نحن اليوم شو زرعنا رح نحصد بهذا الطفل، إن كان سلبي أو إيجابي، إن كان خير أو شر. صحيح. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا نرحب بغالية السعيد، وهي دكتورة في علم النفس. سعد صباحك يا غالية. صباح الخير. صباح الخير. صباحكم سعادة دائما يا رب. تمام رواء الحمد لله. إن شاء الله دوم نورتي صباحنا اليوم. عم نحكي اليوم عن مصطلح بيرافق الطفل من الأشهر الأولى، وبنقدر نحن من خلال هذا المصطلح اللي نحن من خلالك أكيد رح نتعرف عليه بشكل أبسط. خلينا نحكي قبل ما نفوت بتفاصيله شو هو التكيف الاجتماعي. تمام. أولاً يا صديقتي بالنسبة لكلمة التكيف الاجتماعي نحن بتوقع كتير بنستعملها بحياتنا، بتقولي إنه أنا ما عم بتأقلم، ما عم بتكيف، ما عم بصير في عندي هذا التعود، أو خلينا نقول هي الكلمة العامية أكثر اللي هي كلمة التعود. تعود؟ تماماً. إنه أنا أتعود على مكان، أتعود على شخص، أتعود على سلوك، على موقف أو على أي شيء، وبالتالي أنا أقدر أتكيف معه وأتناغم معه. فتعرف التكيف الاجتماعي على إنه هو تقبل الإنسان بكافة الظروف والمعتقدات والمبادئ والأساسيات لموقف ما أو لمكان ما أو شخص ما. فالفكرة أنه أنا دائما أكون شخص عم بقدر أتأقلم مع شيء. والأصعب أو النقطة الأهم من كلمة التكيف الاجتماعي هو التكيف الذاتي. يعني أنا قبل ما أدخل بنقطة أنه أنا كيف بدي أتكيف مع المجتمع أو المواقف، هي فكرة أنه أنا كيف أكون عم بعمل أتكيف مع ذاتي أنا مع نفسي. يعني إلى الآن عم تلاقي كتير أشخاص عم بتعاني من فكرة أنه أنا كيف ممكن أتكيف مع ذاتي. ليش عم بيعاني؟ معناتها بنرجع نحن لل تماما طفولة. حلو. فنحن قبل ما نبلش نقول الفكرة أنه كنا نعمل تكيف اجتماعي مع الأطفال، بدنا ننتقل لفكرة أنه أنا ما عم بعمل تكيف ذاتي مع حالي. ترجعي للطفولة، كيف أنه أنا ما كنت متقبلة ذاتي، ما كنت متقبلة وجودي، ما كنت متقبلة معتقداتي، مبادئي، الأشياء الحلوة اللي موجودة فيني، أو بالأحرى ما عم بقدر اكتشفها، ما عم بقدر اتعامل معها، ما عم بقدر لاقي حدا ممكن يساعدني لحتى اتقبلها واكتشفها. إذا عندي نقائص بشخصيتي وهذا شيء أساسي وطبيعي عند أي إنسان، أقدر اتكيف معها، اتعامل معها على أنه شيء قابل للتعديل أو قابل أني أنا يعني أعطيه مستوى أعلى أو أفضل. فبالمجمل قبل ما يكون فكرة التكيف الاجتماعي مع أي شخص أو مجتمع، هو فكرة أني أنا أتكيف مع ذاتي، ومنها بنقلها للأطفال ليطلعوا بعد منا على مجتمع آخر. تمام. لما نحكي عن الأطفال يمكن الظروف يلي بيمروا فيها والأشياء لازم يتكيفوا معها هي مختلفة كليا عن الكبار، فكنا إحنا عم نحكي عن الأطفال شو هي المؤشرات اليوم أو العلامات يلي بتخلينا نستدل من خلالها أنه هذا الطفل غير متكيف؟ تماما. لا صراحة السؤال كتير مهم، لأنه أكيد كل أم رح تسألك أنه أنا كيف ابني بدي أعرف أنه هو ما عنده تكيف. أولا بتلاقي الشخص في عنده نقص شوي بالحالة الاجتماعية اللي موجودة عنده، يعني بيحتاج غالبا الأطفال عنده فكرة الخجل أو عدم الاجتماعية المباشرة واردة، ولكن في أطفال بتلاقيها زايدة عنده. كيف عندي مؤشرات أعرف أنه ما عنده تكيف؟ بلاقي أولا سلوكه الاجتماعي هو غير جيد أو غير مقبول نوعا ما، ما عنده سهولة بالدخول بالمجتمعات، بالتعرف، بالحديث، بلاقي صعوبة أحيانا باللعب مع الأطفال، بلاقي صعوبة أحيانا بالحديث مع ألعابه، بلاقي صعوبة أحيانا بالحديث مع الأم ومع الأب، غير قادر على إنشاء علاقات طيبة، بيخاف، عنده انطوائية، عنده عزلة، عنده عدم فكرة أنه أنت لما بتقولي له أشياء حلوة عن حاله فهو بيستغرب أو بيستنكرها. خلينا نأخذ أمثلة. تماما. يعني مثلا إذا أنت قلت له أنه أنت كتير ولد شاطر، أنت كتير حباب، شوف روح تعال نلعب مع الأطفال الثانية، تعال نجرب مثلا، روح تلاقي بيطلع فيك هاي النظرات بيقول لك لا ما بدي. فهو دائما بيصير بيقول لا ما بدي ألعب، لا ما بدي روح، لا ما بدي ساوي، طب تعال نجرب كذا، لا ما بدي. وإذا حاولتي أنك أنت تدمجي مع أطفال ممكن يكونوا بالعيلة، يعني ممكن يكونوا أولاد عم مثلا، أولاد خالة، فبتلاقي أنه مو فورا عنده هذا الاندماج، فبيضطر أحيانا يأخذ شوي وقت حتى يقدر يدخل معهم ويعمل علاقة طيبة.
وبتلاقي نقطة كتير مهمة وهو سريع الغضب أو سريع الانفعال وسريع الابتعاد، يعني حتى لو اندمج وتكيف معهم بعد فترة بسيطة إذا صار أي موقف ما عجبه ممكن ينسحب بطريقة كتير مزعجة أو غير جيدة بالنسبة له، ودائما بصير بيحكي ألفاظ غير حلوة عن حاله، أنا مالي حلو، أنا مالي شاطر، أنا ما عم بعرف أعمل هاي الشغلات اللي عم تحكوا عليها، ليشك عم تحكوا عني، أنا ما بعرف أعمل هاي، وأي طلب ممكن تطلبيه منه بيقول لك ما بقدر، ما بعرف، علميني أو يمكن ما بدي أعمل، فدائما بتحسيه هو أساسا مبتعد اجتماعيا، ما بيحب الخلطة، ما بيحب كتير، فهون إشارات كلها بتقولي إنه الولد عنده مشكلة بالتكيف الاجتماعي وما عم يقدر يتأقلم مع الأطفال أو مع المجتمع. هلا ذكرتيني بحالة بعرفها أحد المحيطين فيه، هنن بنتين صغار توأم، البنت مثلا هي منطلقة وبتحب تسأل ولكن هنن بنتين، فبتلاقي إجباري وحدة يمكن بيقولوا الناس مثلا انه احلى من وحده، البنت مثلا كانت عم تقول صغيره انه بيقولوا لي مثلا رفقاتها انه اختك احلى، انه شعراتها احلى، عيونها احلى، هي تعتبر انه هي ما انا متكيفه او ما انا متقبله ذاتها. حلوه كثير الفكره. هلا هون الفكره قبل التكيف هي عدم تقبل للذات اساسا، يعني البنت لما عم تسمع هاي الكلمات فما عم تقدر تعمل اسقاط على حالها انه انا كمان شعري حلو او انا كمان شكلي حلو. ليه ما عم تقدر؟ لانه عم بيصير عندها المقارنه، والطفل عدوه الاول هو المقارنه. نحن ما بنعرف قديش انت لما بتعملي مقارنه، خاصه انه هو عم ياسس ليعمل خبرات، يعني هو ما عنده خبره لسه، ما عنده هاي القدرات ليعمل خبرات لتقدر تقارنيه بطفل اخر، خصوصا عم تحكي عن توام، يعني اخت تماما، يعني توام، خاصه اذا توام يعني احساسهم ومشاعرهم بتكون نوعا ما مشتركه، فانا لما بدي قارن بالشكل او لما بدي قارن بالحركات او بالاشارات فطبيعي يصير عنده هاي حاله النقص، وبالتالي حاله النقص ما في حدا عم يرممها، تنتقل لعدم تقبل للذات، بعد فتره توسع الفجوة أكثر، بتصير عدم تكيف مع الذات، بعد فترة بتزيد بينقلها للمجتمع، أنا ما بقدر أتقبل مع المجتمع لأنه مرة حدا قال لي أنه أنا شعري ما حلو. هلا أنت حتقولي معقول هاي الجملة البسيطة؟ إيه معقول هاي الجملة البسيطة، قديش مدمرة وقديش رح تترك أثر بنفسية تماماً الطفل، تعمل فجوة بداخل هذا الإنسان. وأنا متأكدة أنه كلياتنا بدون استثناء في كلمة مؤلمة سمعناها ونحن أطفال ضلت عم تدور ببالنا، لكبرنا لتدربنا لتعلمنا لعملنا تصالح مع ذاتنا، وصلنا لمرحلة نوعا ما اسمها سلام داخلي لقدرنا نتجاوزها، بس أنا متأكدة هلأ إذا أحيانا بنسمع نعمل هيك شوي تيك، أنا بزماني سمعتها وأثرت فيني هاي الكلمة. في شيء اسمه نعمة النسيان ولا كانت منيح تمام أكيد، لأنت بتذكريها بس بتروح مشاعرها، بس بتضلي إنه نوعا ما يمكن ما بقى تعني لي القصة يعني تماماً. تجاوزتها تماماً. يعني بس إمتى؟ بعد ما كبرتي وتعلمتي وتدربتي. طيب دكتورة اليوم في كتير بيواجهوا انتقادات وقت اللي كنا نحن عم نستضيف أي أخصائي نفسي ونحكي بموضوع الأطفال، فبيوقفوا عن جملة إنه نحن من الأشهر مفروض نتعامل مع الطفل تماماً نفسي، يعني مع إنه علم النفس والطب النفسي اختصاصات النفسية كلها أكدت أنه الطفل بعمر الأشهر حتى لو ما كان مدرك بالكلام النطق إلى آخره ولكن هو إحساسه مدرك 100% يعني صح. خلينا نركز على هاي الفكرة كرمال كل حدا تعرضت هاي القصة الانتقادات كثيرة. هلأ خليني أضيف يا سيدتي على كلامك الكثير لطيف أنه مو بس من الأشهر الأولى، حتى إذا بدك من حمل، من أثناء الحمل، يعني أثناء لما كنت لك بس جنين كرمال ما يعني لا لا بالعكس، حتى من لما بيكون جنين داخل رحم الأم ببلش فكرة التأقلم والتعود عليه والحديث والتدريب، حتى تخيلي أنه بينزل مدرب على أشياء أنت بتكوني مدربتي عليها، مثلا مثل أنه أنت تتحدثي معه، يكون عم يسمع صوتك، يكون عم يتأقلم معك، عم تخبريه بالأحداث اللي عم بتصير. كثير أمهات صراحة جربتها أثناء الحمل أنه تكون عم تتكيف معه، أنه عم تخبره بالأحداث، اليوم رح نعمل كذا، اليوم رح نروح كذا. في أمهات ممكن تخبره أنه نحن اليوم أنا وياك رح نتقابل بموعد، أنا رح لعند الدكتور فأنا رح أشوفك اليوم، فتخيلي قديه يعني قديه وصلنا لمستوى التكيف. هلا ممكن نحس تقول لك انه كانه شوي عم بتبالغوا وعم تعملوا شوي هيك يعني هرطقات او شيء، صدقيني لما هذا الطفل نزل على ارض الواقع كانت فكره الانسجام اللي بينه وبين والدته كثير رائعه، على الصوت، على النفس، على الريحه، على رائحته، كان الانسجام رائع. فهو يا سيدتي مو بس بيبدا من الاشهر الاولى، هو بيبدا من مرحله الجنينيه حتى بعد الأشهر الأولى، كمان مثل الفكرة اللي قلتي أنه هذا كائن ما بيستوعب، هو يمكن ما بيعبر كلامياً صحيح، بيستوعب كل شيء، بيقدر يتكيف، هذا بيته، هذا هي أمه، هي أبوه، هذا الجو اللي أنت معيشتي فيها فأنت عم بتقبلي، وحتى وأنت عم الأم عم تتعامل معه هي لازم تحدثه وتزرع فيه الكلمات اللي بدها إياها والكلمات، لأنه رح يكبر مبرمج عليها وحيتعامل فيها فيما بعد. هلا لما نحكي عن المدرسة دائما نقول إنه المدرسة هي البيت الثاني للطفل وإلى دور كتير كبير، ولكن للأسف عم نشوفها هي عم تكون مصدر كتير كبير لأذية طفلنا، يعني حجم التنمر يلي عم بيكون تماماً. يعني في طفل عم يتعامل مع عدد كبير من الأطفال يلي عم بيكونوا، فأكيد رح يرجع يمكن
زعجته كلمة معينة، صفة معينة، يمكن حتى رفقاته ينبذوا ما يلعبوا معه، ما يلاقي هذا الانسجام. فخلينا نركز اليوم على فترة المدرسة، ما بعد المدرسة. الأم كيف فيها ضل متابعة ابنها، كيف فيها تنطفه من هاي القصص السلبية يلي بتصير معه يوميا؟ تمام، كتير حلوة الفكرة اللي قلتي عليها، لأنه أساساً المدرسة هي مجتمع كتير كبير من كافة الأطفال والشرائح والمجتمعية والنفسية. أساساً رح يرجع الطفل في عنده تعلقات كتير، إنه ممكن يصير عليه تنمر، ممكن يصير عليه إزاءات مثلاً نفسية أو اجتماعية بشكل كتير كبير. هلا الفكرة الأساسية إنه أنا أنزل دائماً هذا الطفل، أنا ضل عم بعمل له شيء اسمه يعني فريش، تنظيف، تدريب. يعني دائماً أنا أعوده على كلمة إنه أي شيء بيزعجك عبر عن رأيك حتى قبل ما يدخل على المدرسة، ما تأخذ وتضل أنت عم تخبي بمكنوناتك، لأنه هذا الشيء في مرحلة ما هاد فعلياً كيف بيصير غالية. يعني دائماً الحالة المتعودين عليها من الأهالي أنه السؤال الأم شو صار معك، تماماً الأسئلة يوم. حتى أساساً قبل ما يدخل على المدرسة، يعني أنت شيء ما عجبك قول لا أنا ما حبيت هذا الشيء، وليه أعطي التفسير أنه أنت ليش ما حبيته، مو خلص لا. وللأسف نحن الأمهات أحياناً نعمل هيك شيء، مثلاً أنا بدي ماما هاي الشغل لا، طب ليش هيك ولا بس انتهى الموضوع. فأنا أساساً لأنه ما في، أنا عم بعطي جواب أساساً غير واضح مشوه، فبالتالي لح يطلع عندي حيعاملني بنفس الطريقة. فأنا دائماً بدي أعلمه أنه الشيء اللي ما بيعجبك بتعبر عن رأيك باحترام، باحترم رأي الآخرين، بس بقول لا. أنا مكان ما عجبني بقول لا، تصرف ما عجبني بقول ما عجبني، بس بعطي سبب أنا ما عجبني. ودائماً كل ما بيرجع ضل مصرة، احكي لي شو صار معك اليوم، شو عملته. ما حب يحكي، ممكن يكون مضغوط أساساً هو يعني. فدائما انا بقول له انت ما حبيت تحكي، انا جاهزه اسمعك، بحب انا اسمعك، بيسعدني كثير اعرف شو عم بيصير معك، احكي لي. طب ما حكى لي، انتبهي على طريقه العابه، لانه هو عم يلعب رح يفرغ هذا الحديث. كثير اطفال وهي عم تلعب بتنزل وبتعمل كل اسقاط عن اللي كانت سمعانته او عم تتعايش معه، بتنزله على اللعب، بتنزله على طريقه التعامل، بتحسي اذا كان عنده عنف او كان عليه اي مشاكل بينزلها عن طريقه اللعب، فبيحكيها مع العابه وبيحكيها مع هالتصرفات. هاي الطريقة اللي نوعا ما ممكن تساعدني، لا يعني مهد الطريق لما يصير عندي مشكلة. يجي آخر شيء تشتكي الأم عندي طفل انطوائي، عندي طفل عم يعاني من مشاكل نفسية واجتماعية، ما عم بعرف أتصرف معه. هو بيجمع لك ياهن كلياتهم بعدين بيعطيك ياهن كمشكلة نفسية. حكيتي كلمة كتير مهمة، إنه نحن كلمة لا، في جملة بنشوفها على السوشيال ميديا، يعني هي من آلة، إنه نحن غلطنا بحياتنا إنه باللحظات المفروض كنا قلنا لا، مفروض نقول فيها لا قلنا ايه. تماما، ان كان من الخجل، ان كان من الوضع الاجتماعي اللي انه نحن متعودين انه ما نقول فيه لا. هاي لا هي اللي عملت تراكمات لبعدين بمواقف وظروف وقصص، ويمكن غيرت مجرى حياتنا كلها لو بوقتها قلنا لا. تماما، صحيح 100%. طيب اليوم على مين التعويل الاكبر بموضوع التكييف، المدرسي او الاهل؟ للأمانة والصراحة هو بيبدأ من عند الأهل، لأنه أنت بس يكون في عندك فكرة أنه أنا أهلي معوديني على أنه أنا أتكيف على شيء، وإذا ما عجبني أني أعبر عن رأيي، أعبر عن رأيي وأعطي سبب، ممكن لاقي حل. لما أنا بكون بالبيت شايف أنه الأم والأب كطفل هن ما عندهم تكيف، للأسف أحيانا بتلاقي الأم بحد ذاتها أو الأب هو ما عنده تكيف بالبيت، يعني رافض الفكرة أو المجتمع اللي عايش معه، والطفل يا سيدتي بيأخذ بالعدوى. يعني لما بدي أشوف الأم دائما متذمرة أو الأب دائما عم يشتكي أو بيقلك أنا مو عاجبني هذا الوضع، مالي حابب، وهي الكلمات اللي نحن دائما بنستعملها لظروف معينة، فهو بده ينقلها مثل ما هي، بده يعطيها شوية مشاعر من عنده ورح ينقلها على جو الآخر. بينما هو لما بده يشوف أنه أنت رغم الظروف الصعبة عم تحاول تعملي طريقة تتكيفي فيها، عم تحاول تزبطي أمورك على أنه نوعا ما عم بعمل رضا، قبول نوعا ما، ما في قبول كامل وما في رضا كامل، بيتعود وبينقل منك هاي الفكرة وبينتقل على الطرف الثاني عم يتعود. بالنهاية هو في كلمة بالعامية بيقول لك دائما الطفل هو مراية الأم، الأم أكثر من الأب. يعني أنت كيف ما بتشوفي طفل عرفي أنه هي أمه، لأنه هو مرايتها، بيعكس سلوكها، بيعكس تصرفاتها، حتى بيعكس رداتها. ولكن نشوف أحيانا طفلين بالعائلة كل حدا شكل، تماما، يعني كل واحد تصرفاته شكل، نظامه شكل، نفسيته، عصبيته، قوته، ضعفه. فاليوم نحن قادرين نقول انه اليوم هدول طفلين مرايه امهم. تماما، هن في عندهم نقاط مشتركه من امهم، كل واحد في له شخصيته المتكامله عن حاله، ولكن في نقاط مشتركه بياخذها من الام، ممكن هي طريقه التعامل، ممكن هي ردات الافعال، بس شخصيته ما فيكي انت تقربي عليها، بس هو بياخذ نقاط مشتركه. يعني ممكن رده فعله، ممكن عصبيته، ممكن طريقه المجاوبه اللي بيجاوبك اياها، لانه هو تعامله وتناغمه مع الام اكثر بكثير من تناغمه مع الاب.
فبالتالي هو دائما بيكون اخذ صوره اكثر عن الام مع وجود شخصيته الخاصه فيه يلي طبعا. هي اول 5 سنين بتكون عم تتاسس ولكن من طريق الام. طيب اليوم احنا بهي الظروف وبهذا الوضع اللي عم نعيشه كان اقتصاديا اجتماعيا اخلاقيا اللي بدك اياه، ما بتشوفي بعلم النفس انه اليوم نحن كاهل بحاجه ايضا لنحن نعمل تكييف بهذا الواقع لنقدر صح. نعكس على طفلنا الشيء الايجابي بحياتنا؟ اكيد اكيد تماما. يعني اليوم نحن على جميع الجبهات يعني من الاولى يعني تماما. فهيك نصائح اخيره منك لكن حدا عم يشوفنا لليوم. تماما. اول فكره نحن لازم نحكيها بالنسبه للتكيف انه انا كأم او كأب قاعد بالبيت لازم اعرف انه انا مثال يحتذى به كيف ما شئت، حقي اعبر عن مشاعري وعن افكاري سواء بالقبول او بالرفض ولكن اعطيها بطريقه لطيفه او منمقه لانه الطفل عم بيكون عم بيقلدني بشكل كثير كبير. ثانيا دائما علمه انه هو لازم يعبر عن رايه، لازم دائما يقول لا لما بيكون الموقف ما بيعجبه او ما بيرضي وايه ويعبر عن موقفه ودائما يعطي السبب، يعني لا تقول لا وتسكت ولا تقول ايه وتسكت، عبر عن رايك، دائما خليه يعطي له مساحه انه هو يحكي، يعبر عن ارائه، اخذ رايه، دائما لما تعطي الطفل مكنونته وقيمته بالعائله انه انت اعطي رايك، شو رايك بالموضوع؟ لو كانت في ابسط الامور، لو كان على مبدا انه انا بدي اعمل غدا اليوم، فشو رايك؟ بحس بكينونته، بحس بوجوده، بحس بقيمته الاجتماعيه، وبالتالي بيقدر نوعا ما يصير يطلع لمجتمع عم يقدر يتكيف فيه، بعده عن الخجل، عن الانطوائيه، وحاول دائما تكون قريبه منه على قدر المستطاع وقت ما قدرت. وهي اهم نقطه اليوم حكيتيها هي الحوار، ما دام طفلي معودته انا يحكي، يكون جريء، يحكي كل شيء صار معه بدون ما يخبي اي شيء، فانا فعليا عن جد حميته مهما تعرض، هو قدران يحكي لي بدون اي خوف واي تردد. نتشكرك كثير لوجودك معنا غادر. شكرا لوجودك وشكرا لكل النصائح اللي قدمتيها. صباح الثاني تجمعنا كثير اكيد بمواضيع ثانيه. شكرا لكم، صباحكم سعيد. اما هلا رح ننتقل للذقيه، واطلقت المؤسسه العامه للسينما الفيلم السينمائي بعرضه الاول غيوم داكنه للمخرج والفنان ايمن زيدان في صاله الكندي. حنكون بتفاصيل اكثر مع زميلتنا علا ناصر. غيوم داكنه فيلم ينتمي لسينما الحرب، يصبر فيه المخرج أيمن زيدان أعماق أبطال قصته الذين ألقت الحرب بظلالها الثقيلة على أرواحهم. تطلقه المؤسسة العامة للسينما في عرض جماهيري بصالة الكندي باللاذقية. أنك تعمل فيلم عن الحرب دون طلقة واحدة، هذا شيء في يعني وراءه هيك جهد وجداني كبير. حقيقة نحن حبينا نعمل هذا الفيلم أشبه بالتوثيق للحظات موجعة مررنا بها. الحرب كانت حاضرة بالشخصيات اللي جزء منها انهزمت أحلامهم وانكسرت، بس بالتوازي مع رجل يريد ويصر أن يعود إلى بيته ويبني بيته، واللحظة الأخيرة هو هذا الطفل بهذه النظرة الذي كان شاهداً على كل هذا الخراب، ماذا يحمل له الغد؟ الفيلم خاص جداً، له مكانة بقلبي كبيرة جداً. دوري فيه شخصية تعرضت لقسوة أيضاً بشكل أو بآخر، وجد نفسه زهير اللي هو الشخصية اللي أنا عم بلعبها بالفيلم بمكان يعني للأسف ما كان بيتمنى أبداً أنه يكون فيه، وبموقف بنهاية الفيلم الحقيقة أنه موقف قاسي. هذا هو الشعب السوري اللي دائماً عودنا، محب للحياة، محب للعطاء، يعاود الإعمار من جديد. فإن شاء الله إلى سوريا الغد الجميلة اللي عم ننتظرك لياتنا إن شاء الله. يحكي الفيلم قصة رجل يعود إلى قريته المدمرة بفعل الحرب ليخط في بيته القديم وصيته الأخيرة. الفيلم عبر عن الشيء الموجود بحياتنا، وهي الغيوم الداكنة كأنها ما رح تمطر أبدا. الرسالة كانت حلوة أنه حكى عن أحداث الحرب اللي عشناها بالبلد، عن اللي صار، عن الظروف اللي مرت فيها، عن اللي فقد زوجة، عن اللي سافر وترك اللي بيحبه ورجع لقاها متزوجة، عن قصص كتير كانت فعلا عايشينها. وفي دائما حزن، بس الحمد لله أنه في أمل أنه بكرة بيكون أحسن، وعجبنا كتير الفيلم واقعي. حاول أنه يسقط شيء من هذا الوجع الذي يصيبه على اختصاصه عمله السينما لنلتمس منه ذلك، وقدم صورة صادقة جدا. شكرا له على إبداعه. هلا الرسالة انه الاوضاع اللي صارت عم يحاول ما
يحسسنا انه نفقد الامل، عم يوصف الوضع بس بنفس الوقت انه في امل. غيوم داكنة، ثاني تجربة إخراج سينمائي للفنان أيمن زيدان بعد فيلم أمينة، وحاصل على جائزة القدس للإنجاز الفني من مهرجان الإسكندرية السينمائي. ومساحتنا الأخيرة لليوم راح تكون ضمن عالم الطب، وتحديدا عالم الطب النفسي. كثير من الأشخاص بيعانوا من ضغوطات الحياة، وبيوصلوا لمرحلة من حياتهم بيعتبروا أنه كل شيء انتهى، هنن مو قادرين يكفوا. يمكن بس يمر فترة زمنية معينة بيكتشفوا رشا قديش أنه كان الموضوع كتير بسيط وما بيحتاج أنه نحنا نوصل أو نفكر بالانتحار أو حتى نحاول أنه ننهي حياتنا. والعكس صحيح، منشوف حالات كتير اليأس أخذ حيز كتير كبير من حياتها، وشفنا حالات وسمعنا بحالات انتحار كتير بسبب مواقف، يعني أي الإنسان الصح والسوي بلاقيها هي كتير صغيرة ممكن تنحل. وبنرجع منأكد، كنا عم نحكي مع الدكتورة غالية أنه الأهل والمنشأ هي اللي بتأثر بهذا السلوك فيما بعد. صحيح، نحن بشهر كمان للمعلومة بشهر التوعية بأنه عدم الانتحار، أو يعني نشجع الناس ما تنتحر، ولكن نحكي أكثر عن هاي الشعور يلي ممكن نحن نوصل له، كيف ممكن نقدر نساعد حنا أو حتى المحيطين بالشخص يلي عم ينوي الانتحار، كيف ممكن يقدروا يساعدوا. تفاصيل كتير رح نحكيها لليوم مع الدكتورة أنس دالي، اختصاص بالطب النفسي. سعد صباحك يا دكتور. سعد صباحك وأنا أهلا وسهلا فيكم. سعد صباحك دكتور. هلأ الشخص اللي بده ينتحر، ممكن نحن ندرك أو نحس أنه هذا شخص بدو يعمل شيء مو مزبوط؟ يعني طبعا مو بالضرورة، بس في بعض الأحيان طبعا ممكن. غالبا الانتحار خلينا نقول هو ما له تشخيص قائم بحد ذاته، هو يأتي خلينا نقول عرض أو ظاهرة في سياق أمر آخر، في سياق اضطراب آخر. فدائما نحن بدنا ندور على الدلالات المرضية النفسية الأخرى اللي ممكن تأهب للانتحار. مثلا أشع، يعني عم نحكي لها على الحالة النفسية. تمام، 95% من حالات الانتحار هي مرتبطة باضطرابات نفسية مشخصة، وال5% الباقية يعني هي بين أنه بداية اضطراب نفسي أو نتيجة حالة انفعالية معينة أو تسرع أو إلى آخره. ف95% من حالات الانتحار هي عند أشخاص مصابين باضطرابات نفسية ومشخصين، فالنسبة جدا 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 عالية. فنحن مثل ما ذكرنا، الانتحار هو ما هو شغلة مجردة بحد ذاته، ما هو اضطراب بحد ذاته، أنه فقط انتحار أو لا انتحار، شخص بين يوم وليلة صابوا مرض اسمه أو الانتحار أو بموقف، مع أنه خلص يأست، خلصت الحياة، طلعت سديت حالي. تماما، بده يكون في أرضية. تماما، في أرضية يعني. أكيد بالضرورة في أرضية. طبعا مثل ما ذكرت، 5% اللي بتجي على حالات خلفية حالات انفعالية هي بتجي تندرج تحت سياق 5% اللي هي أيضا ضمن حالات انفعالية نفسية، بس هو ما وصل لمرحلة الاضطراب، يعني ما هو مشخص باضطراب آخر. هلا اشياء الاضطرابات اللي ممكن يجي فيها الانتحار، وهذا شيء شائع، يعني ما بنحكي معلومه جديده، موضوع الاكتئاب بالدرجه الاولى. اضطراب الاكتئاب 70-80% من حالات الانتحار هي اكتئاب. تماما، سبب اكتئاب. هلا في دلالات معينه مرضيه ممكن انا استشفها، ممكن الشخص لاحظ عنده تراجع الاختلاط بالمحيط، ضعف الاهتمام بالنظافه الشخصيه، عزله كامله بالمطلق. ممكن مثلا في بعض المؤشرات اللي ممكن خلينا نقول تشير احيانا، بيحاول مثلا يعمل نوع من طقوس الوداع المعينه الغريبه المفاجئه، ممكن يترك رساله معينه، ممكن حتى يلوح بفكره الانتحار. وهون في نقطه مهمه، مو بالضروره دائما تكون بغرض جذب الاهتمام، يعني التلويح بفكره الانتحار قد تكون بغرض الوداع فعلا، انه يعني انا عم هذا قرار انا عم حاول صدره للمحيطين بكون تتقبلوا هي الفكره. فممكن الشخص حتى بحد ذاته انه هو يحكي عن موضوع فكره الانتحار ويحكي عن نيه معينه بهذا الموضوع. هلا في قضيه اساسيه وكثير مهمه كمان، دائما الشخص اللي دائما بسموه في 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 حاله معينه سجلت مره، انه الشخص اللي عنده حاله فقد معينه، يعني شخص فقد شريكه، فقد حبيب، فقد اخ، فقد اب، وضل عم بيعاني من طقوس الحداد المستمره لفتره طويله، يعني طقوس الحداد ما تتجاوز عده اشهر، وطبعا عده اشهر ما بتكون بشكل مستمر. طب اذا تجاوزت هذا الموضوع، ضل الشخص افكاره مرتبطه بالشخص اللي فقده، سواء بوفاة او بغير وفاة. في حاله سجلت بفتره من الفترات شيء اسمه الذكرى السنويه، يعني سنويه الانتحار او الذكرى السنويه، انه الشخص ممكن ينتحر بنفس الذكرى السنويه للشخص الذي فقده. هي سجلت حاله ونعمل عليها دراسه. فاللي قصدته انا حتى مثلا واحده من الامور المهمه كثير، وقت نلاحظ اعراض مرضيه او اعراض نفسيه كثير شديده مبالغ فيها بعد حاله فقد واستمرت لاشهر طويله كثير وما عم تتراجع، هي رايحه باتجاه تصاعدي، فكمان هذا واحد من اهم المؤشرات اللي ممكن تدل على موضوع فكره الانتحار.
دكتور، خلينا نحكي بفكرة الانتحار بشكل عام. بالنسبة للأشخاص الأصحاء نفسيا بيعتبروا أنه هو هروب من الواقع، ولكن إذا بدنا نكون نحن محل الشخص اللي عم يفكر بالانتحار، هو حل المشكلة، ما هو هروب أبدا، هو خلص حل المشكلة نهائيا، ما عاد عم بيعاني أبدا. فاليوم إذا نحن بنعرف في حدا بالمحيط فينا يمكن عنده هاي الميول، شو الخطاب اليوم اللي لازم نحن نحكي معه لحتى نشيل هاي الفكرة من تماما؟ هي على فكرة احدى النظريات النفسية، يعني اذا ابتعدنا شوي خلينا عن الطب المجرد، يعني الاسباب البيولوجية والنواقل العصبية، في بعض النظريات النفسية بعلم النفس بتحكي عن شيء اسمه العجز المتعلم او يعني العجز الفاعل. شو المقصود فيه؟ المقصود انه الطفل مثلا، الشخص خلال فترة نموه او خلال فترة حياته كان نتيجة البيئة اللي تم تربيته فيها، كانت البيئة صارمة إلى حد ما، كانت البيئة بتمنعه من أنه مثلا يمارس نشاطات معينة، يأخذ حريته ويكون استقلاليته، فبينشأ عنا شخص خلينا نقول إلى حد كبير غير قادر على التعامل مع المشاكل، يلجأ دائما إلى استراتيجية الهروب، دائما العجز هو اللي موقفه، سواء كانت بالمشاكل الصغيرة أو بالمشاكل الكبيرة. فهي واحدة من النظريات النفسية اسمها العجز المتعلم، انه دائما الشخص ما عنده خيار اخر لانه لا يملك ادوات، ما تعلم ادوات بيهرب. ما تعلم تقنيات، فيبدو هذا انه اقرب الحلول، خصوصا انه الخيار الاخر هو عجز، يعني هو ما عنده استراتيجيات وفشل فيها، هو شخص لا يملك الاستراتيجيات. او قد تصير، يعني الشخص مو بالضروره يكون بيئة تربيته هيك، ولكن ربما احيانا مشكله كبيره او حاله كبيره او 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 ظرف معين ضاغط جدا جدا جدا، فشلت الآليات النفسية بتطويقه ومقاومته والتعامل معه، فبيلجأ لحالة العجز. هلا هون طبعا هي هذا الأمر بحد ذاته ممكن يخضع لا 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 لإجراءات نفسية، ممكن يخضع لتقييم نفسي، في استراتيجيات، في كثير من أنماط العلاج النفسي الغير دوائية، أنماط اللي بتصير عن طريق معالج نفسي مختص إلى علاقة بحل التقنيات، حل المشكلات، تقنيات نسميها علاج معرفي سلوكي، انه فصل الفكره عن المشاعر، انه انا غالبا المشاعر اللي عم احس فيها سوداويه او سلبيه، اللي عم تخليني عم تقودني لهي الحاله من الانتحار مرتبطه بفكره معينه عم تنشا، فبتحاول نلجا لاستراتيجيات هي علميه، هي علاجات مسجله، فصل المشاعر عن الافكار، تقنيات اخرى، في كذا تقنيه طبعا. وفي نقطه كثير مهمه، ما فينا نفصل مثل ما ذكرت الانتحار باي سي، يعني في سياق اي مرض وجد او في سياق اي اضطراب، لانه اي اضطراب نفسي بالنسبه لي له علاجاته خلينا نقول المستقله، فانا بدي احدد فكره الانتحار كمان بدي احدد بسياق اي اضطراب لحتى انا اقدر قارب العلاج الصحيح، لانه ما في شيء اسمه علاج مجرد للانتحار مثل ما ذكرت. طيب دكتور، من خلال اختصاصك والحالات اللي عم تشوفها، ذكرت حضرتك انه الانتحار هو حاله اكتئاب يوصل فيها المريض لقرار الانتحار. من خلال عملك اليوم قد ايه نسبه الاكتئاب عنا؟ والله هي بالاساس، يعني اذا بدنا نجي نحن على للواقع، اذا بدنا نجي كاحصائيات مسجله، ما عم بحكي بسوريا، عم بحكي عالميا، هو نسبه الاكتئاب خلينا نقول 20-25%، ولكن هي الحاله معموله خلينا نقول بالظروف المثاليه والنموذجيه، يعني وتكون الامور مستقره. اليوم ما في ابديت تمام هلا تمام، ما في ابديت، ما في احصائيات، ولكن بالنسبه للمراجعين، نسبه المراجعين بالعيادات النفسيه نسبه الاكتئاب تفوق 60-70%، كنسبة مراجعين لعيادة نفسية، يعني ما بحكي عن إحصائية رسمية هون أنا ولا إحصائية دقيقة، ولكن من مشاهدة يومية نسبة المراجعين فعليا دكتور عفوا، لو في هذه النسبة عم تروح لأطباء نفسيين فكان وضع أفضل، لأنه نحن المشكلة ما في حالة الاعتراف اليوم بالمرض أو أني أنا أروح لدكتور نفسي، يعني ما حدا بيقول أنه أنا مثلا رايح أو عندي موعد مع دكتور نفسي. لولا الظروف اللي عم نمر فيها يمكن حتى ما كان فيها العدد المراجعين، لأنه بحالات الحروب، بحالات الضغوط، بحالات الحصار، تصير الصحة النفسية مطلب ما لها رفاهية، يعني بالأحوال الطبيعية رفاهية غالبا شخص بيأجلها. طيب دكتور هيك سريعا، كثير حابين نضوي كواقع سوري اليوم، شو أكثر الحالات اللي عم تشوفوها أو عم تتردد على العيادات النفسية؟ والله مثل ما ذكرت الحالات المزاجية عموما، يعني حالات الاكتئاب بشكل شديد على اختلاف درجاتها، في حالات انتحار مسجلة للأسف عم تتسجل، في محاولات للانتحار كمان كثير عم تكون شديدة. عم يكون في سبب مشترك لهدول القصص؟ طبعا في سبب، لانه نحن كمان اليوم ما فينا نفصل شغله كثير اساسيه، انه لو نحن بنحكي عن كل اضطراب اكيد له اسبابه 1-2-3، ولكن نحن في خلينا نحكي اليوم انه في واقع مليء بالضغوط، ضغط، في العامل المحرض، العامل اللي خلينا نقول المحيط، البيئه المحيطه مليئه بالضغوط، مليئه بالاسباب المحرضه. اليوم نحن عندنا كمان ما بننسى امور غير الضغوط الاقتصاديه والمعيشيه، في عندنا حالات من التفكك الاسري الشديده، حالات من الهجران، حالات من الفقدان، حالات من تفكك العوائل بشكل يعني كثير كثير كبير بسبب ظروف الحرب، فهي مجموعه اسباب تراكميه فعلا ممكن عم تضاعف حالات النكس، حتى اجمالا بالاضطرابات النفسيه حالات النكس بازدياد للاسف، لانه العوامل دائما المطلقه او المحرضه عم بتكون شديده جدا، وتدفق هي العوامل المحرضه عم بيكون اكبر بكثير
من قدرة على التطبيق علاجيا. طيب نصائح أخيرة اليوم ممكن نوجهها دكتور؟ طبعا موضوع مثل ما يعني نقطة كتير مهمة، موضوع الفكرة الانتحارية لو كان بسياق يعني شيء طارئ ظهر، مجرد وجود فكرة الانتحار وفكرة تمني الموت، مو بالضرورة الرغبة بالانتحار، فكرة تمني الموت، وجود فكرة انتحارية، وجود محاولة لو كان بشكل طارئ، هذا الشيء يعني بدون نقاش يستدعي تقييم نفسي. احنا باللغه بالعاميه وقت حدا بيعصب بيقول ان شاء الله هي شوي ركز عليها ما شاء الله. هي طبعا هي الفكره عم اكد عليها تمني لغو يمكن لغو هي نوع سياره او كمان ممكن تعكس كمان فكره يعني اقرب الحلول. والشخص دائما يصل لمرحله مليء من الضغوطات فدائما بيلجا يعني بشكل لاواعي انه انا بلجا لاقرب الحلول، الموت خلاص هو نهايه كل شيء. بس بحس يعني بالفطره البشريه يعني الناس بتحب الحياه بتغلب، يعني قد ما سلوك الانتحار يعني هو انه انا لما نوصل بنسميها للحظه الحقيقه انا بدي انهي حياتي. النساء بتراجعوا يعني في بشكل سريع، بس في احصائيه مسجله انه الذكور نسب الانتحار عندهم اعلى، يعني بيلتزموا بفكرة الانتحار وبينفذوها بشكل أعلى، بينما النساء نسبة محاولات الانتحار عندهم أعلى، بمعنى بيصلوا اللحظة الأخيرة ولكن بيعملوا تماماً غريزة الحياة والبقاء بتمنعهم. ايه بتمنعهم. ايه أكيد. بنتشكر حضورك لليوم ونتمنى الصحة النفسية والصحية لكل الأشخاص، والله يبعد عنا هاي الأمراض. أكيد. شكراً دكتور حضورك. شكراً كثير لك على الاستضافة. شكراً كثير لك دكتور. يعني دائماً رشا بنقول هذا الوقت سيمضي سواء كان فرح أو حزن، ولكن نتمنى دائماً الأوقات الفرحة والسعيدة تظل مرافقة أيامنا. نتمنى بقى نهار ظريف لكل مشاهدي الأخبارية السورية، وإن شاء الله يا رب بقية هذا اليوم تحملكم كل الأشياء اللي بتحبوها وراحة البال والبحبوحة، والسوريين وين ما كانوا يكونوا بألف خير. أكيد نرمين كلمتك ذكرتني ولو بشكل سريع أنه أحد الملوك طلب من أحد النقاشين أنه يكتب له جملة على الخاتم، إذا شافها بيضحك أو إذا شافها بيزعل بنفس الوقت، فكتب له هذا الوقت سيمضي. نحن بوقتنا هذا إن كان حزن أو كان خير أو كان فرح رح يمضي، في ساعات هيك حتكون وفي ساعات هيك حتكون، ولكن دائما نحن مفروض نتذكر أنه هذا كل شيء حيمضى بحياتنا، وبالنهاية كل شيء بحياتنا له حل، إلا أنه نحن اليوم نفقد. الفقد هو الشيء الوحيد اللي ما له حل بهاي الحياة. كونوا بخير. باي باي. باي باي.